طبعا الجائزه الثانيه بتبقى ال سي دي وشاشات، والموضوع بيبقى حلو جدا، يعني هتكون تعجبكم ان شاء الله. وطبعا تابعوا الشروط قدام حضراتكم. طيب حطيت اول حاجه صفيت اللحمه زي ما حضراتكم شايفين كده، حطيتها بالشكل دوت. نفس الموضوع عندي الفراخ، هصفيها كويس جدا، وبعد كده برضو انزل بيها على طول على الطاسه. طبعا زي ما قلت لحضراتكم لازم اكون النار عندي تكون سخنه بالشكل دوت، ده رقم واحد. رقم اتنين لازم اكون مسوي او متبل شويه التتبيله بتاعتي بشكل قوي جدا عشان خاطر تاخد الطعم الشاورما بتاعتي كده. اهو بصفي كويس كده، بعد كده خلاص انا بسيبهم عندي يستووا متبهرين ومتبلين ومتظبطين وكل حاجه. زي ما حضراتكم شايفين انا عامل لها كذا طاسه، الطاسات دي كلها اكيد يعني ليها لازمه عشان خاطر اسوي الفراخ لوحدها واللحمه لوحدها، وكمان هعمل الخضار يعني بتاعهم لوحده عشان خاطر برضو وقت ما اخلص تسويه دي ودي اقلب الاثنين مع بعض. في حاجه ممكن تقابلنا وممكن تضايقنا شويه، ايه هي؟ انا دلوقتي اللحمه حطيتها زي ما حضراتكم شايفين جابت ميه، الميه دي حاجه من حاجتين، لا اصبر عليها شويه يا اما اصفيها دي في ايديا ودي في ايديا، ولكن الميه دي نتيجه اللحمه ونتيجه طبعا التتبيله، ده موجود وده موجود. بقلب براحتي، عايز اخلي اللون يكون محمر شويه عشان خاطر برضو اطعم الامور، هسيبها عندي شويه وممكن اصفيها احطها عندي في طاسه ثانيه. عندي الناحيه الثانيه هنا في زيت، وجايب عندي كمان طماطم، فلفل اخضر او فلفل الوان، بصل جوليان مع البقدونس والثوم، ده هنزله عندي يتاخد شوتير لوحده، ده لاخر مرحله للشاورما هطبق بيهم. ممكن احط عندي في عيش صاج، عيش سوري، عيش لبناني او عيش شامي، وممكن طبعا العيش المصري بتاعنا او طبعا عيش فينو، يعني حسب الرغبه، ده كله يمشي معايا في تلك الحالات. هجيب عندي تشكيله من الخضروات زي ما حضراتكم شايفين كده اهوت، هبدا الاول اديها عندي معلقه كده بالزيت زي ما حضراتكم شايفين كده اهوت من الشرايح الثوم بشكل بسيط جدا، واجيب عندي الخضروات بتاعتي. هنزل الاول بالبصل مع الثوم زي ما حضراتكم شايفين كده اهوت، يتقلبوا مع بعض، ده للشاورما كلها طبعا، الكميه دي بصلايه للشاورما كلها، وجايب عندي كمان الفلفل الالوان معاهم بالشكل دوت، هسيبهم عندي تاخدوا ستيب بشكل بسيط، وبعد كده احط لهم عندي الطماطم في اخر مرحله هي والبقدونس، لاني مش عايز اخلي الطماطم تبدا تتحرق مني ويبقى الموضوع شويه فيه قلق. ده زي ما حضراتكم شايفين الميه دي كده انا مش عايزها، هبدا اصفيها على جنب واحطها كمان عندي في الطاسه الثانيه زي ما حضراتكم شايفين السخنه دي. الموضوع عندي النهارده سهل جدا ما فيهوش اي صعوبه، ولكن برضو محتاج حبه حاجات صغيره وده المطلوب مننا. امنيه. الو. ايوه امنيه، ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كويس. كله تمام الحمد لله؟ الحمد لله كويس. عايز اعرف طريقه البيتزا. طريقه البيتزا، حاضر يا امنيه، ايه كمان؟ حاجه ثانيه؟ وعايز اعرف طريقه ال الايه؟ طريقه ال هي الفراخ البانيه. الفراخ البانيه، حاضر يا امنيه، حاجه ثانيه؟ شكرا جدا ليك يا امنيه، حاضر. هنا زي ما حضراتكم شايفين اللحمه حاطه الناحيه الثانيه على زيت سخن برده، بدات ما فيهاش اي ميه خالص. هنا بقى هسيب الامور تتحمر زي ما حضراتكم شايفين كده، اللون بدا عندي يتغير. هنا هزود شويه حبه بابريكا تحمر معايا اللون شويه، وابدا اقلبها مع بعض. طبعا البهارات هي اللي بتتكلم مع الزبادي ومع كل التتبيل اللي حطيناه مع حضراتكم. اول ما يبدا عندي الموضوع يسخن كويس هبدا اطبق عليهم الخضروات بتاعتي. هنا زي ما حضراتكم شايفين كده اللحمه احمرت اهي وبدات تخش في مرحله التسويه. البيف او بمعنى الكلمه اللحم البقري اللي هو من وش الفخذ او من عرق الفليتو بتبقى ضعيفه جدا، مش محتاجه مني تسويه كتير جدا. هنا دول ممكن ما اصفيش ميتهم، هسيبها كده بالتتبيله بتاعتها لحد ما تنشف شويه وتكون برده استوت. ليه عملت كده؟ ما صفيتهاش زي الفراخ زي اللحمه ليه؟ هقول لحضراتكم ليه؟ لان طبعا عارفين ان الفراخ بتبقى شويه عايز تسويه ولازم تكون ولدن في تسويتها، فالميه بتاعت الزبادي والتتبيله دي هتسويها كويس قوي. نفس الموضوع اللحمه لو حبيت اعمل كده في اول فتره، ولكن بنشل منها شويه او بطلع منها الميه عشان الموضوع ما يقلبش معايا لضده. هنا زي ما حضراتكم شايفين اللحمه خلاص اتحمرت، والناحيه الثانيه اهوت عندي الخضار بتاعي، هجيب منه جزء كده اهوت وراح انزله بالشكل دوت، وابدا اقلبهم مع بعض. فاضل لي عندي هنا في الشاورما اللحمه دي حبه الطماطم والبقدونس، وبقى كده الموضوع عندي تمام التمام. انا بحاول اعمل الامور بشكل بيتوتي وشكل يكون سهل على حضراتكم، مش عايز اصعب الامور. لو عايز اصعب الامور انا ما عنديش مانع خالص على فكره، اجيب سيخ شاورما كامل واوري لحضراتكم ونقعد نقص ونقعد نعمل وما عنديش مانع خالص، ولكن انا عايز اخلي الامور تكون زي ما بتشوفها دلوقتي تعملها في البيت عندك وتشوف الطعم المقارب لبره، بس يكون الكواليتي او الجوده اعلى وده المطلوب ما بين ايديك في البيت. هجيب عندي طماطميه كده متقطعه بالشكل دوت، اقطعها جوليان من غير البذور. ليه من غير البذور؟ مش عايز بس اخلي الامور تقلب معايا شويه بميه كتير ويبقى الموضوع عندي كده قلق.
زي ما حضراتكم شايفين اجيبها عند الطاسه دي وابدا انزل بالشاورما كده اهو واقلب براحتي. دي الشاورما الفراخ ودي الشاورما اللحم. نفس الموضوع اول ما تبدا تستوي شويه مع الخضروات اروح ضايف على طول نفس الوقت الطماطم بتاعتي. طيب هشغل الشوايه عشان اخش على طول مع حضراتكم في الشيش طاووق، اسيبه يستوي براحته لان طبعا الشيش طاووق هياخد وقت مني، فهاخد منه اللوم من الشوايه وبعد كده راح ادخله على طول على الفرن ياخد وقته في تسويته ويعيش حياته. اما موضوع البرجر هناخد مع بعض خطوه بخطوه هنشوف الموضوع ماشي ازاي. يلا مع بعض نتبل الشيش طاووق ونشوف بيتعمل ازاي. الشيش طاووق جايب عندي بوله فاضيه قدام حضراتكم، جايب عندي كوبايه من اللبن الرايب كده اهو او الزبادي لو حبينا، ده موجود وده موجود كده، وعندي كمان الليمون بتاعي وازود براحتي كده اهو. ام التسابيح. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ اه بيك يا فندم. هو الواحد بيشكرك على ادبك واخلاقك. ده من ذوق حضرتك والله يا فندم. الحاجه الثانيه من فضلك بس تحت امرك، طريقه تعيش بس من فضلك طريقه الشاورما تاني. حاضر. وطريقه البسبوسه. البسبوسه حاضر. الشيف الشربيني فين؟ الشيف الشربيني والله هو في السكه جاي لكم ان شاء الله كده على شاشه جديده. يعني ما فيش مشكله؟ لا هيجي منين المشكله، الحمد لله هو بس غير القناه فراح لقناه ثانيه بس قريب طالع ان شاء الله. طب الحمد لله ان شاء الله. شكرا جدا لحضرتك وهجيب لك حاضر مقادير الشاورما ثاني مره وكمان مقادير البسبوسه. طيب هنا زي ما حضراتكم شايفين الشاورما دي يعتبر خلاص كده تمام التمام، اطلعها حالا دلوقتي مع حضراتكم على طبق عشان يبقى الموضوع عندي تمام التمام. وده اول طبق لحضراتكم بالشكل دوت اهو كده، ومعاه كمان نديله البقدونس المفروم اللي قلنا عليه. هتجيبها كده اهو يا شايفين، عارفك انت هتجيبها معلش كده اهو. يطلع معاه كمان حبه شيبس كده اهو، ويطلع على طول طبق جميل جدا. العيش طبعا براحتنا خالص، عايزين عيش سوري عيش لبناني عيش مصري براحتنا خالص. هنا هبدا احط عندي كمان الطماطم عشان يطلع طبق تاني من مره كده اهو، وتقلبوا مع بعض. تبلتي ريحتها باينه بس يا جماعه بقول مره واثنين وعشرة لازم نخلي التتبيله بتاعتنا قاعده كتير في الثلاجه شويه عشان الموضوع عندي التست. يعني هجيب برضو عندي طبق تاني وابدا اطلع الشاورما بشكل بسيط اهو كده اهو. دي الفراخ تمام، واجيب لها عندي برضو معلقه بقدونس تحط على الوش، ويطلع معاها برضو الشيبس او البطاطس. انا عارف ان انا يمكن من اكتر واحد في القناه هنا بدايق زمايل المصورين والمخرجين، انا عارف دي كويس قوي وبعتذر لكم طبعا لاني المطبخ ما هواش توك شو او ما هواش ببقى قاعد على الكرسي ببقى رايح جاي. طبعا عندي شفيق وعبد الفتاح والناس كلها وكمان ماجد وكل المصورين زمايلي بيقعدوا يمشوا ورايا شويه، بس دي نار وانا بقعد اجري شمال ويمين فمعلش يا جماعه اعذروني. طيب هنا خلاص دول هرفعهم وراح جاي على طول اكمل بقيه تتبيلتي. تتبيلت الشيش طاووق، حطينا مع حضراتكم كده لبن رايب مع فلفل اسمر مع كمان توم باودر وبصل باودر مع بعض كده اهوت، مع كمان معلقه مستارده مزازه كده بقى حلوه بتدي طعم كويس اهي كده بالشكل دوت، وابدا اقلبهم كويس مع طبعا الثوم المفروم وازود براحتي كده معلقتين كبار واقلب برده. خدت عندي الملح والفلفل والثوم المفروم بصل باودر ثوم باودر، وعندي كمان هنا ميه بصل حبه تفل بصل برده كمان يعلوا معايا التست كده اهو، واقلب كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين. واجيب عندي كمان حبه زيت زيتون يدلعوا الامور كده شويه عشان برضو يخلوا حته الفراخ تكون طريه ما هياش ناشفه من الشوايه، وتبل كويس زي ما حضراتكم شايفين، وازود برضو كمان حبه ملح كده، يبقى عندي تلاقي كل البهارات بتاعتي اللي انا عايزها. ممكن كمان اديها حبه كمون، ده كله في ايدينا كده بالشكل دوت. في ناس تحب تحط صلصة طماطم، في ناس تحط يعني معظم المقادير تانية، ولكن برضو انا بحاول اعمل الامور بشكل بسيط. دي تتبيلة كويسة جدا كده اهو. هجيب عندي طبق الشيش زي ما حضراتكم شايفين، ربع كيلو او نص كيلو الفراخ بقطعها مكعبة واحط لها بصلاية فلفلاية بتبقى بالشكل ده. عندي لازم تكون شوية فيها نسبة دهون، يعني هي تؤمن طبعا من الوراك الفراخ المخلية. هحط عندي التتبيلة بالشكل دوت اهو كده اهو كده، بقى عندي الموضوع زي الفل. هسيبها بقى تقعد لها كده مش اقل من 10 دقائق
يعني ده انا بقول كده عشان شغال مع حضراتكم، لكن المفروض برضو نص ساعه تاخد لها تتبيله كويسه جدا. بعد كده اكون مجهز عندي الشوايه واعليها، تاخد وقتها في التسويه في السخون.